تعلن وزارة الاتصال عن تنظيم الطبعة الثامنة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف للثاني والعشرين أكتوبر من كل سنة. تنظم طبعة هذه السنة تحت موضوع ستينية الاستقلال، تحديات الأمس، تحديات اليوم. تهدف الجائزة إلى تتويج أحسن الأعمال الصحفية المشاركة في الأصناف التالية: الإعلام المكتوب، الإعلام التلفزي، الإعلام الإذاعي، الإعلام الإلكتروني، والصورة. ترسل ملفات المشاركة إلى رئيس لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بوزارة الاتصال، وآخر أجال المشاركة يوم 11 أكتوبر 2022. لمزيد من المعلومات وتحميل استمارة الترشح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة www.ministerecommunication.gov.dz.